الحاجات اللي الواحد بيحبها جدا هي التواصل مع الناس بالتاكيد، يعني سواء كان عندهم حتى ملاحظات علينا او عندهم اقتراحات او استفسارات بالتاكيد. يعني يمكن المره اللي فاتت في ملعب الاهلي هنا وخلال مباراه الاهلي والترجي التونسي قلنا اللي هيتوقع النتيجه هيبقى له مكانه معانا وهيبقى فيه تيشيرت هديه مننا، يعني كابتن السبونسر بتاعنا كابتن شريف عبد المنعم بره بثلاثه وانا بثلاثه. لكن على العموم يمكن حسام ميدو ما عرفناش نوصل له، وكمان محمد عيد في الطريق يا رب يلحقنا قبل الحلقه ما تخلص. نورونا احمد صبحي ومروان مصطفى وعبد الرحمن عبد الحميد واحمد البدري. ابدا من على شمالي كده احمد صبحي. مساء الفل يا ابو حميد، كام سنه يا ابو حميد؟ خد اتفضل. ها انا 26 سنه. 26 من اليوبيه شبين قناطر. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا كل الاليوبيه. اهلاوي بقى صمود؟ اهلاوي متعصب كمان. متعصب؟ متعصب. تتوقع ايه الماتش اللي جاي؟ ان شاء الله الاهلي يفوز 1-0 باذن الله. بإذن عايز تقول حاجه معينه؟ اتمنى اللعيبه تلعب بروح قتاليه، ما ينسوا ماتش الذهاب خالص ويلعبوا اكنها مباراه جديده. يعني يا سلام عليك، متشكر جدا. كمان مروان مصطفى زكي برضو واحد من اللي موجود معانا وكسب معانا لانه توقع مظبوط. اتفضل يا مروان. الحمد لله على المباراه الاولى، وربنا ان شاء الله باذن الله في المباراه الثانيه نقدم احسن واحسن من كده بكتير. وانا بطلب من الشناوي برضو يخلي باله اكتر وساعد سمير وكوليبالي، وان شاء الله باذن الله هنغلب 2-1 الماتش الجاي باذن الله. باذن الله. ماشي يا مروان. عبد الرحمن بقى الكلمه ليك، مبروك الاول. مش عبد الرحمن هنا، معلش عبد الرحمن انا اسف، اتفضل انطلق. ان شاء الله الماتش الجاي 2-1 للاهلي ويشرفونا كده في كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. كاس العالم للانديه انت عارف هو فين المره دي؟ في دبي الامارات. يا سلام متابع. انت كم سنه عبد الرحمن؟ 19 سنه. 19 سنه؟ اسرتك كلها اهلاويه؟ كله ولا البلد كلها؟ لا عيلته كله اهلاوي يعني، بس في زملكاويه برضه. طبعا بالتاكيد. طيب عبد الرحمن يعني نورتنا وان شاء الله الرحمن تتواصل معنا على طول. المره دي بقى احمد البدري، اتفضل يا ابو حميد. يا كابتن يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي يفوز هناك 1-0 باذن الله. يعني ده اللي اتوقعه. وبحب اشكر حسام ابن خالي اللي هو جاب لي المكان ده عامه. انت معاك توكيل تاخد منه الفانيلا. الحمد لله. طيب اتفضل. هتتواصلوا معانا على طول بقى. الحلقه الجايه هيبقى فيه 10 تيشيرتات، المره الجايه هيبقى فيه 10. كابتن شريف سبونسر برضو لو هناخد منه 5 ولا 6، واحنا هنكمل باذن الله. بس يا رب نفرح ان شاء الله الرحمن كلنا باذن الله. حد بيقول حاجه ثانيه؟ ها ها هتتفرجوا على الماتش فين؟ هتتفرج على الماتش فين؟ ان شاء الله في الحصري بقى. قاعد في اكتوبر. انت معاك المايك على فكره عشان تتكلم. قاعد في اكتوبر ان شاء الله. قاعد في اكتوبر. تنورنا قريب ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله باذن الله. عبده هتتفرج على الماتش فين؟ خد المايك. في بلدنا ان شاء الله. في بلدك ان شاء الله الرحمن، انت واسرتك كلها. ان شاء الله. طيب اوكي، اتفرجوا بقى بعد الماتش ترجعوا لنا على طول تتفرجوا علينا. ان شاء الله. يا اما مش هتاخد التيشيرت. التيشيرت اهو لسه اهو. مروان هتتفرج على الماتش فين؟ ان شاء الله انا والرابطه عندنا عاملين رابطه اهلاويه باذن الله بنروح بلد جنبينا. كلكم كلنا ان شاء الله بنروح بالسيكلات وكده، فان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله هنكون كاسحين الدرده وربنا الموفق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله باذن الله. يلا يا ابو حميد اتفرج على الماتش فين؟ ان شاء الله انا وزمايلي يعني في البيت يعني باذن الله. طيب اتفضل، ده التيشيرت بتاعك. اتفضل يا ابو حميد، التيشيرت بتاع حضرتك. التيشيرت بتاع حضرتك. التيشيرت بتاع حضرتك. نورتونا، انا سعيد جدا بتواجدي معاكم والله، حاجه تشرفني، ويا رب نكون متواصلين دايما كده مع بعض. وشرفتوا سلام لكل اهل كفر الشيخ 6 اكتوبر. سوهاج مساء الفل. مساء الفل. اسيوط مساء الفل. اليوبيه فيوم. فاصل ونكمل مع كابتن احمد او كابتن عادل طعيمه في الاول طبعا بالتاكيد، وكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسن.